واللي عبر عن أفكاره يجب أن يستعد لأولا أفكار أخرى تكون مختلفة، وثانية لحملات أخرى، وخاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أنت لا تعرف من هو من يوجد خلف الكمبيوتر في الجهة المقابلة. أي نعم أحيانا أخذ بعين الاعتبار الكثير من الانتقادات اللي تأتيني من مهنيين ومن ناس معروفين، أما ما يأتيك من دون ذلك فهو يعبر عن عاطفة أو عن مشاعر أنا شخصيا لا أعيره اهتمام كبير جدا، وأعتبر بأن الأمر عادي، وأعتبر بأنه ما دمت مؤثر فطبيعي أنه تكون فيه ردود الفعل بذلك الشكل. ولكن أنا عندي جنودي أيضا، جنودي مش بالمصطلح الذبابي، لكن عندي جنودي اللي عندهم نفس قناعاتي ومؤمنين أيضا بأفكاري وبما أقوم به وممكن نعجبهم، فهادوا نحييهم ونقول لهم شكرا لكم على وقوفكم معي.